كل زامي كديري لمس عليكم، نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. غلبكم رمضان ولا غلبتوه، انا صراحه بديت كنولف على القضيه صافي ولا كتجيني ساهل. المهم باش بلا ما نطول عليكم، اسمحوا لي على الروينه اللي من مورايا هذه، غير واحد الصنداله كانت يلا وصلتني صراحه دابا يلا هبطتها من شي ايه، ومن بعد غندير لكم انبوكسين. هي زوينه بزاف، غندير لكم انبوكسين على كاع داكشي اللي لبسنا. شوفوا زوينه، وليت بزاف على هاد الروينه عاوتاني. المهم ديما كنخرج على الموضوع عاوتاني خرجت على الموضوع. المهم باش نرجع للموضوع ديالنا اليوم، غنديكم معايا دوزو معايا نهار كامل من الصباح حتى العشيه ان شاء الله. هذا النهار غيكون شويه سبيسيال، علاش؟ حيت مختلف، غندير فيه واحد لاكتيفيتي مختلفه وغنديكم معايا تكتشفوها، ومن بعد غنجي ونشوف شنو غنديروا في العشيه معناتها. داكشي علاش خليكم معايا باش ندوزو النهار مجموعي اليوم. المهم حبايبي انا خرجت دابا من الدار عاد غنتحرك. هو بالنسبه لهذاك لاكتيفيتي اللي غندير عندي مع 3:30، خرجت شويه بكري حيت انا ديما كنخرج قبل الوقت، ديكو قلت نهضر معاكم شويه في الطوموبيل اون طون. علاش؟ حيت متحمسه بزاف غندوز النهار زوين مع بعضياتنا. صراحه غيبدل لينا هاد الاجواء ديال يعني هاد الاجواء ديال الكونفينمون، هاد الاجواء ديال يعني الغربه وديال رمضان بعد على لي بارون، زيد الخلعه ديال هاد الصاروخ اللي ما عرفو حتى هو فين غيطيح. ديكو غتكون شي حاجه طوب. يلا على بركه الله نتلاقاو. انا راه عندي 30 دقيقه ديال الطريق نوصل تما ونكمل لكم. انا وصلت للبلاصه اللي خاصني نوصل ليها، ودابا غنوريكم فين وضربوا معايا الدوره. فوالا شي دابا فيس دو كافي لونغ. يلا سالي صبت انا مؤخرا من هذيك ليكيب كامله اللي وصلت، صبت انا مؤخرا كرمت ندير حاجه. المهم نتقاتل مع داك الوغ لي زامي، انا يلا دخلت دابا عندي 7:30، خاصني نمشي شي فطور وفيت فين. صراحه النهار داز زوين وداز طويل، لعبت مزيان درت بزاف ديال الدورات، غير ديما كنكون انا الاخرى. صراحه هنايا دايرين هكا باش بنادم كيديفو لا ايتو، سورتو دابا مع الكونفينمون يعني تلقى فين دوز الوقت، في كل ريستوران مسدودين، لي ماغازان مسدودين، يعني دايرين هذيك القضيه هكذا باش بنادم يدي فولا فيها وغتبقى هكذا محلوله حتى الاوت. زعما فريمون شفتها ايدي مزيانه، سورتو بالنسبه للناس اللي كيبقاو في الدار بزاف، يعني صافي كيدي بريماو قدرت تلقى في الدار صراحه كدير لا ديبريسيون. ايوا صافي مشيت ديفوليت شويه مع راسي وجيت، خاصني دابا نوجد فطور. باقي عندي شويه ديال لاسوب من البارح، واحد لاسوب اللي درتها جات زوينه بزاف. انا صراحه هاد رمضان كامل درت الحريره غير جوج مرات، الشيء الاخر كامل كندير دي سوب ديال ليغيوم وداك الشيء احسن، كنشوف اللي فاهم فيها احسن. الحريره ما عرفتش كتجيني غير كتقل، يعني اوكي كنقطع شهوتي منها بدا ديك جوج مرات اللي درتها، مي سي بون ما نقدرش نشربها يوميا، كتجيني كتثقل عليا بزاف ما نقدرش عليها. ان سوب فيها لي ليغيم فيها الفوائد وداكشي، او موان كتعاونك يعني مورا داك الفطور كتغيكيبيغي هادوك لي فيتامين وداكشي كامل لي معرفتش علاش كنشوف ديما هنايا ويا راه الكاميرا هنايا ولات على تليفون سامسونج. المهم قلت لكم فوالا كتعاونك انك تغيكيبيغي كاع داكشي لي فقدتي. وغندير واحد الكغاطان، كنفكر ندير شي كغاطان ولا شي حاجه فيت في، وعندي الشباكيه والصوف وداكشي اللي مصيفطه ليا ماما الله يخليها ليا مسكينه من المغرب، ديما كتعذب راسها معايا. وغنوجد بويلا فوالا فيت في، غندير عصير ديال عصير هكا ديال خوي ديال البنان واللوز والتمر، هذا هو المعتمد عندي هاد رمضان كامل كيشد مزيان. وغنوريكم فطوري ونرجع معاكم ونهضروا في واحد السوجي. هو فطوري المتواضع هنايا، درت واحد السوب بالكورجيت وبالصلا وبالحليب كتجي زويونه،
وهنايا عندي السفوف ودرت ان كراتون. هنايا الحلوة ديال المغرب شباكية وهاديك شنيخة كتلف ليا سميتها ودايرة تميرات واحد الحلوة صوت انا هي بونبونيير تاعي تاع الحلوة. ابخي عصير ديال البنان والحليب فوالا بصحة فطوركم انا احبابي. الحمد لله من بعد ما فطرت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، واحد الموضوع اللي لحد الان كنلقى لي كومونتير بزاف عليه، وهو على الربح من الانترنت سورتو دابا مع الموضوع ديال الكوفيد وبزاف ديال الناس اللي خسروا الخدمه ديالهم. فرجعوا بزاف ديال الناس كيكتبوا لي كومونتيرات صراحه عافاكي كملي لينا في داك السوجي، ولا كيدخلوا عندي في الانستغرام صراحه عافاكي شرحي لينا الموضوع صراحه عافاكي ولينا هادي ولا هادي فريمون بزاف شي حوايج زعما دي ميساج لي ما تخيلوش. باسكو هادوك الفيديوهات اللي كنت كندير شحال هادي ديال الربح من الانترنت على طرق ديال الخدمه كانوا بزاف ديال الناس استفدوا منهم وطلعوا مشاهدات بزاف وتبارطاجاو بزاف. داكشي علاش ديما كيجيو عندي ناس سوا بو مغميرسي ولا كيسولوا على واش كاينين شي حوايج اخرين وهادشي كامل. ديكو انا صراحه كنت وقفت، راكم شفتوا فيديوهاتي مؤخرا، وقفت بصفه تامه هذا الموضوع. علاش؟ حيت كان فيه بزاف ديال الصداع على راس. كاين واحد الانسان مثلا انا عطيتك سيت ديال فايفر ولا سيت ديال فريلانسر اولا خمسات اولا عطيت بزاف ديال لي سيت اللي تقدر تخدم منهم. مثلا كيجي واحد كيقول لي بيان سور خاصك واحد النيفو سواء اونغلي سواء عربية، يعني فوالا خاصك او موان تكون قاري، او موان تكون قاري. راه كاينة لا تخاديكسيون، كاين ديزاين، كاين بزاف 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 ديال الحوايج، يعني عطا الله ما دير. فوالا انا كنبدا نشرح لكم هنايا لي دومين، كنشرح لكم كاع داكشي اللي خاص يدار، شنو اللي ما يعني معاكم ايتاب باغ ايتاب. تبعتو ديك لي ايتاب راه ساهلة القضية وغتربحو. بزاف الناس اللي ربحو، بزاف الناس اللي جاو شكروني. باغ كونطخ كاينين الناس اللي مثلا شابا ما عارفش واش نقول لكم، مقارنش ما باغينش او ميم طون ما باغينش يخدموا شي خدمه هكذا. مثلا واحد جا عندي كيقول لي صرا بغيت نخدم الانترنت، نصحتو بهذوك لي سيت كيقول لي لا بغيت انا لعبه. قلت لي راه كاينه هاد اللعبه وليتو اللعاب اللي هضرت عليهم وداك الشيء. قلت له ولكن راه ماشي بحال السيت، يعني هذا سي اون بوبليسيتي وما كاينش غير لعبه، كاين بزاف د الحوايج ما نقدم لكم. يعني الا كنتو باغيين هذا المحتوى كاين بزاف ما نقدم لكم. كاينين اللعب لانك كتفرجوا في الاشهارات ديالهم، كاينين اشهارات كيوصلوك باغ ميل باغ اس ام اس وداكشي وكتربحي منهم. ولكن كاينين هادو وكاين داكشي علاش كنحطهم لكم، وكاينين بالنسبه للناس اللي فريمون باغيين يخدموا من الانترنت فريلانس، يعني دخل واحد المدخول صحيح. باسكو ما غنقولش لكم لعبه اولا اشهار كيجيو كتفرج فيه راه يدخل لك كرون شوز كيدخل، ولكن واحد الحاجه محدوده. وكاين ناس ثاني اللي هذه هي خدمتهم مثلا في موقع خمسات اولا هذه خدمتهم وكيدخلوا منهم مصروف صحيح الميت، هذيك هي الخدمه عبر الانترنت. داكشي علاش انا حطيت لهاد الناس هادو وحطيت لهاد الناس هادو. مي المشكل كاين واحد الناس واحد نوع اخر، واحدين اخرين ما عرفتش منين نازلين كيجيو كيقول لك كتفلاي علينا ما يمكنش كتكذبي ما يمكنش لعبه اننا غنربحوا فيها كي دابا. تما كاين عاوتاني كومونتيرات اخرين ديال الناس ما واعينش، الناس ما بتقفلش، الناس ما جربوش، كيقول لك ما كايناش خدمه من الانترنت، ولا كيقول لك ما يمكنش لعبه غتربحي فيها. فصراحة هما ماشي بزاف، ماشي بحال الناس اللي كانوا كيهضروا معايا بوزيتيفمون، الناس اللي شجعوني، الناس اللي كانوا كيقولوا لي كملي في هذا الشيء. ولكن انا صراحة عندي عائلتي كتفرج، عندي صحابي كيتفرجوا، عندي امي وبا، عندي خوتي، بزاف ديال الناس كيتفرجوا بيان سور كيشوفوا لي كومونتير كامله كاملين. فانا ما بغيتهمش يشوفوا كومونتير ديال شي حد اللي كيقول لي كذابه ولا شي حد كيعاير ولا شي حد كيقول لك تصابه، حيت باسكو وصلوا الناس اللي كيقولوا لك كتنصبي علينا. ساشون كو انا فاش كنوريكم هاد لي سيت ولا هاد لي زابليكاسيون ولا كوا كسوسو راه ما كنربح حتى شي حاجه منهم، ما كندخل حتى شي حاجه في جيبي. يعني اقسم بالله العلي العظيم الى الهدف ديال هاد البارطاج اللي كندير سي بوغ بارطاجي لانفورماسيون، باش واحد الحاجه انا اللي عارفاها نفيد بها ولاد بلادي. كاين دراري مساكن اللي كيقراو
باغين يعاونوا على المصروف. كاينين عيالات اللي جالسين في الدار باغين يخدموا هكذا يهزوا راسهم. كاين بزاف يعني انا فريمون الهدف ديالي والله العظيم زعما ربي يشهد عليا، الهدف ديالي اني نوصل المعلومه لكاع هاد الناس. حيت شوفوا انا هادشي اللي كنعطيكم راه ما غتلقاوش فاسيلمون في يوتيوب ولا في جوجل. علاش؟ حيت هذه واحد الحاجه اللي كتقرا يعني كدير باش تخدم الانترنت وداك الشيء، راه كدير دي فورماسيون كتمشي كتخلص سكي فورمينك باش يعلموك كيفاش تجبد الفلوس من الانترنت. سورتو كل الانترنت دابا مديو يعني غير باش حنايا نضيعوا فيه وقتنا، باش تمشي انت تشارجي ولا تخلص الويفي باش تضيع وقتك في ريزو سوسيو فيسبوك واتساب انستغرام. بيان سور انا كنستعملهم، ولكن ما باغينش نوريكم الجهه اللي تربحوا فيها من الانترنت، حيت الانترنت ماشي غير كتخسر منه وقتك وفلوسك، ولكن كتقدر حتى تربح منه. وهذا الشيء لانفورماسيون ما معروفاش بزاف، فوالا انا جيت بغيت نعرفها العاميه، نعرفها السيده اللي خدامه من دارها، الدري اللي كيقرا، الدري اللي عنده 16 عام، الدري اللي عنده 24 عام، السيد اللي عنده 60 طون، يعني هكذا تعمل المعلومه. سورتو كما كنعطيش من جيبي يعني كامل نستافدو. وانا لا كانوا ولاد بلادي ولا كان بلادي في تحسن فريمون انا غنكون فرحانه، يعني ماشي شي حاجه اللي تقلعت ليا وتعطات لشي واحد، بالعكس بالعكس بنادم يكون كله هكذا خدام وكلشي معاون وما تشوفش الفقر في بلادك وما تشوفش، هذه راه هي احسن حاجه. فوالا جيت نبارطاجي معكم هذا السوجي هذا باش الناس اللي مهتمين يقولوا لي واش نكمل في هذا السوجي هذا. نبقى نحط مثلا مره في السيمانه وسط هاد المواضيع كاملين اللي كنحط صراحه صوت، يعني انا كنهضر على بزاف ديال لي سوجي، نبقى نحط سيت وابليكاسيون وتطبيق على الخدمه من الانترنت ونشرحو لكم، اولا نخليني في هذا الشيء اللي كندير دابا. انا صراحه الاراء ديالكم كتهمني، داكشي علاش سولتكم، يعني نتمنى انكم تخليو لي تعاليق باش من السيمانه الجايه ان شاء الله غنبدا في الموضوع، سواء غنكمل في هذا الشيء اللي كندير دابا وسوا غنرجع لكم المواضيع ديال ماشي الوقت كامل، ولكن مرة في السيمانة غنجيب لكم سيت، نجيب لكم ابليكاسيون، غنجيب لكم حاجة يعني نكمل لكم داك التعليم ديال الربح من الانترنت. هادشي اللي كاين احبابي، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا اليوم، نتمنى انكم تكونوا دوزتوا نهار زوين، تهلاو في راسكم بزاف والفيديو جديد ان شاء الله.